قد ما حكيت كارتيك، في قواعد مستحيل تتغير. الزلمة ما رح يقدر يدير البيت مثل ما بتديره المرة. ما عم بقدر أفهم المنطق. الشباب ما فيهم يديروا بيت والبنات ما بيسوقوا سيارة. ما رح تفهم كلامي لأنه لسه ما عندك خبرة. المرة اللي بتشتغل أولويتها رح تكون الوظيفة مو البيت. لهيك ست البيت بتكون أفضل كزوجة. لا أخي، هذا اسمه تخبيص. لا هذا مو تخبيص، هذا اسمه منطق. يعني أنت كل جدال معك لازم ينتهي بأنه البنات لازم يلزموا حدوده. هذا مو جدال، هذا واقع. هالشي ما دخله بالواقع، واللي عملته مع جارتنا راشمي هذاك اليوم، وإنه ما صار إلا بسبب لبسها. لا تتمسخر على كلامي. إيه لبسها كان سبب رئيسي باللي صار هديك الليلة. يا أخي الخجل زينة للبنت. خلصنا أخي، عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. هالبنت ما بتحترم لا قيم العيلة ولا عاداتها ولا تقاليدها حتى، وبهالشي اللي عم تعمله عم تدمر البيت. شبكون؟ انتو بس بدكن حجة لحتى تتخانقوا. أهل مايانك لسه ما وصلوا، رح أتصل فيهم وشوف وين صاروا. لا لا ثانية، أنا رح دق لهم. أخي ترك النقاش بنصه وراح يدق لهم. هالشي مو طبيعي. معقول هالبنت تكون حكت له شي لمايانك؟ خلص رح دق له وقل له. شو اجيتوا؟ لا لساتنا بالبيت. ذكي ايه كتير. القدير يحميك يا ابني. لكن كملوا حديثكم، فايتة لجوا. ايه شو عم يصير معك؟ ولا شي. شو اجيتوا لحالكم بس؟ ايه ليه؟ كان لازم نجيب حدا؟ لا. خطيبتك ليش ما اجت؟ ما بعرف، لقيت لها بس ما رديت. ايوه شرف. ايه يلا. ليك ها عمي كيفه؟ منيح. انت كنت معه طول النهار ما؟ ايه واضح انه البنت مو مخبرته شيء. ليش شو صاير؟ ابدا ما في شيء، انا بس عم اسال. ولا يهمك. مايانك شو بدي اقول لك؟ مو المفروض خطيبتك تكون وصلت هلا لانه فعلا تاخرت. مزبوط. طيب انت ما حكيت معها؟ يعني ما قالت لك امتى رح تجي؟ لازم يكون عندك فكره ما هيك؟ اها انا ما قدرت احكي معها بالتفصيل لاني كنت مشغول كثير مع ابي. شو رح نفوت ولا بدك تضلك عم تحقق معي؟ خلص انت فوت وانا بلحقك، بدي احكي تليفون مهم. طيب إذا ما كانت قايلت له شي ليش لهلأ ما وصلت؟ ما بعرف هالبنت بشو عم تفكر. رح دق لها أسأل أو بلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.